حما. الحديث الآن يتركز حول هذه المدينة، لكن ما أهمية هذه المدينة وماذا يعني سقوطها بقبضة الفصائل السورية؟ هذا الأمر سيعني تسهيل الوصول لمدينة حمص، وهو ما سيفتح الباب أمام مدن الساحل وحتى العاصمة السورية دمشق. سقوط حما يعني أن مساحة جغرافية كبيرة باتت تحت قبضة ما يعرف بهيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المتحالفة معها. تقدر مساحة المدينة 9000 كيلومتر مربع، فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية التي اكتسبتها بعد عام 1982. أما إدلب تقدر مساحتها 6000 كيلومتر مربع فقط، في حين تقدر مساحة حلب على الجانب الآخر بأكثر من 18000 كيلومتر مربع. وبينما الآن يدور الحديث عن استعداد الجيش السوري لهجوم مضاد، هناك معضلة تتمثل في المسافة بين حما وحلب، حيث تصل هذه المسافة إلى 150 كيلومتر مربع، وهو طبعا ما سيصعب مهمة الجيش السوري وبعض الكثير من العقبات اللوجستية، سواء في مسألة نقل العديد أو الاعتاد العسكري. أما ما يتعلق بأهمية مدينة حما بالنسبة للحكومة السورية، هذه المدينة تعتبر مدينة مهمة استراتيجياً، كما أنها تعد خزاناً بشرياً خاصة في ريفها الغربي وسهل الغاب وسلسلة القرى ذات الأغلبية العلوية والمسيحية. وبالتالي بالنسبة للحكومة السورية، فقدان السيطرة على حما يعني فقدان السيطرة على مناطق حيوية واستراتيجية ومنطقة تقع في وسط سوريا، وتقطع الطريق كذلك أمام محاولات الجيش السوري لاستعادة السيطرة سواء على حلب أو إدلب. فبرأيك هل تتمكن المعارضة السورية للسيطرة على مدينة حماة الاستراتيجية؟